مرحبتي بكم مشاهدينا الكرام، برنامجكم المائدة الصحراوية. اليوم إن شاء الله اللي تشوفوا معنا الطبق اللي هو اللي نعدلوا طبقين في نفس يعني هذه الحلقة. بالنسبة للطبق الأول عندي هون الكفتة اللي نمشي معها يعني لابيري ديال بون دو تيغ، وفي نفس الوقت اللي نمشيو مالي غاسباتشو ديال الكاروت بنكهة النعناع. ساكون نتكلموا في يعني الأطباق، نقول لكم المقادير وعاد بداك إن شاء الله نتمو ماشيين ونتباركوا مع يعني بريباراسيون. اللي نحتاج الكفته قدر 200 غرام ديال كفته الجمل، اللي نحتاج مولي حبتين بطاطا مقطعه قطع صغير ومسلوقه، عندي هول الشوبلون مقطع في موبتيدي، عندي مولي البصله اللي نحتاج كذلك مولي الكريم السائله، وعندي مولي فرماج، عندي النشا بيضه قبضنا بيضتين صفارهم طرحناهم ذنب تحركناهم وخليناهم باش يجمعوا لي الحشوه، عندي التحميره الكمون القرفه والزعتر والجوزه اللي نحتاجهم، الربيع طيب حاله الثوم والفرماج. هذا بالنسبه للمكونات اللي نحتاج على حساب يعني كفته. بالنسبه للكاسباتشو اللي نحتاج كاروت قطعته رنديل وسلقناه، نحتاج مولي كذلك البصله، وعندي عصير الحامض والنعناع، وفي نفس الوقت كريم السائلة والحليب. الحليب اللي نخدم بهم الاثنين هما والكريم السائلة. اول شيء نبدا هو انني نسيو البصل هو الشوبلون، وعقب ذلك ان شاء الله لين نوجدوا لا بريباراسيون. بالنسبه لهذا الطبق يعني يمشي كطبق رئيسي، وفي نفس الوقت هما اللي يمشي هو كيف الكراتان، غير بواحد الطريقه اللي هي مختلفه وان شاء الله اللي تعجبكم. نديروا شويه من زيت الزيتون وزيت المائدة قدر تقريبا قطشارتين كبار، وعقب ذاك ان شاء الله نتباركوا نسيو المكونات. بالنسبه للكاسباتشو كيف تعرفوا حتى هو شوربه تمشي بارده مقدم اول، وفي نفس الوقت يخلط معاه مولي الا عاد عندي مرق الدجاج والله عندي الفلفل الكونكومبر مولي الطوماط يقطعوا كاملين تقطع صغير ويمشوا يطيبوا يعني يطيبهم في مرق الدجاج. حد عنده مولي مرق الدجاج ما كاين يعني يدير الماء ويخلي البويون ديالو ويدير معاه النكهه ديال دامه البنة، وعقب ذاك يخلي قدر تقريبا 20 مينيت تنين يطيب ذاك البويون وتمي مرق به والله يعدل به الكاسباتشو. نديروا ذلك شوي من الملح شوي من الابزار ونسيو يعني البصل هو والشوبلون. يعني هاي الطريقه نقدموا اللي ندير فيها ياسر من المكونات، نضيف لهم اللي ياسر من الخضر. هون الكفته مالا يسيوها يغلي نوجدوها في المول، وعقب ذاك اللي نوجدوا بطاطا حتى هي في نفس الطريقه، ومن الفم نعمروهم وندخلهم في الفران. ندير حبه من البصل مقطعه قطع صغير بالشوبلون قبضناه يعني قطعناه تقطع فيه مومتيدي، ما سلقناه ما والو خلوه باش نخلطوه مع لافارس. يسيه مزيان، نديرو لي زيبيس اللي عندي هون، تحميره قدر تقريبا كوتشاره صغيره. هذا الكاسباتشو كي قلت لكم اللي يمشي ان شاء الله يعني من اللي نديروا معاه الفلافل والله شي اللي يمشي سامبل واللي يمشي كريمي يعني كيف لابيري ديال الكاروت. عندي القرفه مولي من السماء ندير منها قدر كوتشاره صغيره، الزعتر حتى هو الزعتر نخدم به على الكاسباتشو وفي نفس الوقت على الكفته. نحركوا ها المكونات كامله في نفس الوقت عندي باش نجمع الحشوه، يعني عندي هون النشا اللي عاد عندكم دقيق مولي يعني ما يخسرش، وفي نفس الوقت مولي عندي صفار البيض ثنتين منه. حاولوا نسيو ها المكونات كامله ينين يخلطوا كاملين، وعقب ذاك اللي يجوا طارحينها في لاباسين. بالنسبه لهاي لابوال اللي خدمنا بها اللي نخدموا بها في نفس الوقت هما اللي نسيو فيها الكاسباتشو ديالنا. هذا الكاسباتشو يعني ساهل ما هو واعر مولي حتى هو. نحركوا هاي المكونات كامله مزات اللي يطيب في الفران، نطفو تحتها ونتباركوا مع نوجدوا
يعني لاباراي اللي تمشي مع اللي تمشي مع الكفته، وفي نفس الوقت يوجدوا الحشوه. عندي هون كريم السائله اللي نحاول ندير منها قدر، نعزلوا كاسباتشونين باش نخدموا به. هون هاي المكونات كامله نطرحوها على الزر، وعقب ذاك ان شاء الله نتبعكم مع التحضير الثاني. نحركوا كريم السائله اللي ندير معاها هما اللي الحليب، ندير معاها الفرماج مولي، لانني هي اللي نسق بها الحشوه، وفي نفس الوقت حركوا هذا نبت ونطرحوه على الزر. درك اللي نقبضوا الكفته اللي نخدموها اللبليد، هاك الربيع عندي هون ندير منه قدر ونخلي منه قدر مولي باش نديره في المول. الثوم حتى هو، يعني هاي الطريقه ان شاء الله اللي تشوفوها وتعجبكم. حركوا هذا نبت. الفرماج حتى هو نديره منه قدر، وما حدنا نخلطوا هاو المكونات كاملين اللي نشوفوا يعني لا فورم ديال الحشوه. الى عاد لي ميه نحاولوا يعني نجم نزيدوها شوي دقيق والله النشا، عاد الصمه ميها خلوها بديك الصفه تخلط كامله. اللي نزيدها المكونات الثانيه اللي درنا في لابوال، بسم الله، واللي نديروا معاها صفار بيضتين نفس لابوال اللي نخلوها نطرحوها على الزر باش ملي نسيو فيها البصل والكاروت اللي مسلوق عندنا. تحرك يعني مكونات كامله، اللي نزيد هذريك صفار بيضتين، الجوزه ملي حتى هي اللي نقبض منها شوي باش نكهو بها لافارس. يعني هاي الطريقة ما هي واعرة حتى، وفي نفس الوقت تجيكم سهلة. نحركوا هاي المكونات كاملة، عقب ذاك اللي نزيدها شوي من الدقيق. عندي صفار البيض طاية الحل اللي يجمع لي هذه الفارس، وضرك اللي نزيدها قليل من الدقيق. حركوهم كاملين، والمول بطاية الحال يعود واجد. بالنسبة لطيابها في الفران يعني ما نعود نوجد الفران قادي، نخليه هني نعود لين نوجد لابريباراسيون هذه كاملة، ونفهم إن شاء الله لهي نعمرو المول، وعقب ذاك ندخلوها الفران. المول نطرحه عندي هون يعود واجد، نقبض كويرة كبيرة من بطاط من الحشوة اللي فيها الكفتة هي والفرماج معاهم البصل مالي كذلك والشوبلون. نحاول نطرحهم ذنبت يعودوا كبار شوي باش تحكم فيهم، لأن مزلين ندير فيهم بطاطا من الفوق. هذه تقريبا نقدو نديروها يعني طبق رئيسي، حد يدور يعني يديرها ملي في الفطور وقت وجبة الفطور قد ملي نعدلها، لأنها غنية وفيها ياسر من المسائل اللي هي زينة ومفيدة للجسم. هون ضريك اللي نقبضو نتباركو مع الطريقة الثانية اللي هي عندنا هون طايبة يعني مسلوقة، حتى هي نعدلو لها نفس الشيء. تعجن ذنبت اللبليد، نزيد معاها مولي المكونات الثانية اللي هي الفرماج وشوي مولي من البيرسيل،
قدر تقريبا فرماج، بيرسيل، نحاولوا نخلطوها كامله. قال لي يبغي يقبض يعني خطيها في خلاط طحان الكهربائي يعني تعجن قباله، والله نقبض كاس ونقلبه وتم نعجن هذا النبت. يعني نحاول نعجنوه لابليد كيف تاك سهله، ما يلي تقبض ياسر من الوقت، ما حد هي مسلوقه طيبه قباله. نقبضوا الكفته اللي عندي هون ونحاول نعدل الذنب تمدي الصيفة، ندير فيها واحد يعني حفرة هون باش نطرح فوقها البطاطا. دي الصيفة واللي يجي كيف تقريبا غراتان اللي هو مختلف عن الكراتان اللي نعدلو ونشوفو دريك في هذا الوقت. نقبض مولي نفس الشيء، نديرو واحد لافارس فوق من الكفته، الى عاد مولي تقدو تعدلو مسله ثانيه يعود عندي البيض ونحاول نقبض صفار البيض ونديرو فوق الكفته بهذه الطريقه بلاصه بطاطا وندخلو الفران. اكتافوا بذا القدر، نقبض الضريك نوجدو يعني هذه لاصوص اللي غتمشي معها الضريك. سابق ذاك شفتوا معايا الشكل ديال الضريك، نقبضوا شويه فرماج ندرجلو عليها حد ما اللي باغي يدير صوص روج مولي يعني ما تخسرش كلها والذوق ديالو. نحركو مكونات اللي هون، نقبضوا فوي تحرك هاي المكونات اللي فيها الفرماج وكريم السائله والحليب. ونصبوها عليهم كيف تهاك، هذا الزر من هون مولي يعني نحاولوا نغطوا لافارس ديالها كامله. كيف قلت لكم حد ما اللي باغي يدير الصوص روج يعني ما تخسرش كلها وطريقه تحضيره لها. بالنسبه للفران اللي نقدي 180 درجه قدر 20 مينيت، ونقدي الفران طيب حال الفوق والتحت باش يطيب هذا الكراتان اللي عندنا هون. حافظوا بسم الله خمسة، نديرو تقريبا 30 مينيت، نقدر الفران الفوق تحت 180 درجة ونخلوه يطيب بالشرع. في نفس الوقت اللي نتباركو دريك مع تحضير الكاسباتشو اللي هو كيف قلت لكم طريقته سهلة وما يقبض لنا مال ياسر من الوقت. لنحكمو أول شيء عندي البصل هون والكاروت اللي ديجا يعني سلقناه من الفم اللي نقبضو ونسيوه، وعقب ذاك اللي تمو نزيدوه شوي من المكونات هذه لأنه مازال ينطحن في الخلاط في الطحان الكهربائي. زيت الزيتون نديرو منه قدر كوتشارة، والله ربع كاس من أتاي واخ نديروه، وعقب ذاك نخلطو معاهم اللي نفس الشيء زيت المائدة. نسمو حتى هو شوي بالنعناع، اخترنا اليوم عندنا نديرو نسمة النعناع، إلا عاد عندك يعني موجود نعناع بودر نقد نخلطو مع هاي المكونات، عاد ما هو كاين نوجد اللال يعني النعناع نحاول ننقي منه قدر ونطحنه مع هذه المكونات. هون البصلة مقطعة قطع صغير لين تسيه شوي في الزيت، وعقب ذاك اللي نزيدها الكاروت اللي هو أصلا واجد مسلوق وفي نفس الوقت مولي مقطعة قطع رونديل
كيف قلت لكم حد عنده المرق مولي ديال الدجاج قلت يعملوا، وهون حنا اللي نعملوا على الحليب وشوي من الكريم السائله، تحرك مزيان، نزيد شوي من الملح وشوي من الابزار. بالنسبه للملح نحاول نديروا لا رشه شوي، ما نكثروا حتى، خصوصا الى عاد حد مطيب الملح مع خيزو نقد ما نديرو كاع، نطرح ذنبت وندير النعناع يتسيى شوي معاهم، قدر من الحامض، نحركو البصلينين يحرك، وعقب ذاك ان شاء الله نخلطوا معاه المكون الثاني الكاروت. كيف تهك تحرك غاسباتشو، يعني هذه اكله اسبانيه معروفه، غير حنا اليوم اللي نبسطوها بطريقه سهله. الكاروت نديرو منه قدر حبتين هون، قبضناهم سلقناهم وقطعناهم كيف قلت لكم رونديل. تحرك هاي المكونات كامله. عندي المنسمات الثانيه اللي ندير لها شوي من الزعتر والثوم، لانه يعني يمشي هو معاه بطبيعه الحال الثوم، قدر شوي ما هو ياسر حتى. وعندي شوي مزوكني هون، ندير منه شوي حتى هو يعطي واحد النكهه اللي هي زينه وتمشي مع هذا الكاسباتشو. حد باغي يضيف يعني كونكومبر اللي هو الخيار، ماطيش، الفلفله، هذو كاملين يمشوا يعني خضر، يعني ما نطيبهم. تحرك مزيان، درك لي نزيد الكريم السائله والحليب ونخليهم يتريدوا شوي. عندي هون الكريم السائله، نزيد مولي شوي من الحليب، قدر شوي ما هو ياسر حتى، حركوهم ويعود واجد عندنا مولي طراب ولا الخلاط كهربائي باش نميكسو فيهم هذه المكونات كامله. حاني يجتمعوا شوي، عقب ذاك ان شاء الله اللي نجو دايرينو في الطحان. بالنسبه ل يعني لاكولور ديالو، يعني مولي يجي ابيض كامل، لانه الكاروت فيه مولي اللي يتمازج مع هذا اللون اللي يعطي واحد الشكل اللي هو ان شاء الله اللي تشوفوه اللي يعجبكم. الشوربه هذه مقدمه، قد نديرها يعني سابق الى عاد ندير طاجين ولا سابق ندير سلاد ولا شيء، وغالبا غالبا تمشي في الليل. حاولوا نزيدوا عليها شويه من النار، اصلا بالمسائل كامله اللي فيها يعني طابت. ذكرني وجدوا طحان الكهربائي، باش ان شاء الله تباركوا مع طحن هاي المكونات اللي هون، يعني ساهل. مكونات الملي اللي فيها ماي واعره حتى، طرحوها هون تبرد شوي. تعود عندي إيل لوش، حركوها شوي باش تبرد، وعقب ذاك ان شاء الله نتباركوا مع طحنها. بسم الله، حاولوا نبداو الصوص، نخلوها هي التالية، نجمعوا بعد الكاروت. خاص نورمالمون يعني هذه المكونات كامله تجي خاثره شوي، يعني ما تجي ميه. طيب نزيدو لاصوص، نحاول نكثروا شوي من الكاروت،
طاق اللي نتباركوا معاه طحن هاي المكونات. بسم الله بنين يتميكس هذا كامل، ولا شفناها عنه مازال ما تميكس والله شي نقدو نخلطوه ولا نخطوه في الباسوار. هاي المكونات كاملة راه عاد تطحن. يعني كيف تلاحظوا معنا تبدل اللون ديالها، يعني هذا هو الشكل ديالها تقريبا. مشاهدينا الكرام خلوكم معنا نلتقاو عقب الفاصل بإذن الله تعالى. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، جبنا الشكل النهائي ديال الطباخ اللي غاتساب نتكلموا فيه سابق مالي الشرح، لنديروا واحد لاصوص اللي هي تمشي مع هذا الكراتان وفي نفس الوقت تمشي مع الكاسباتشو. بالنسبه للاصوص عندي هون العسل وشويه من النشا الحليب ولا كريم سائله اللي تبارك نوجدهم. كيف لعبت يعني لنوجد ان صوص كوم يعني تمشي معاه كيف الكارنيتير وفي نفس الوقت تمشي مع هذا البلا. والله الا عاد لي ندير شي نشوي والله يعني هاو الامور لابد نقد نوجد ان صوص باش تمشي مع هذا الكارنيتير. ونوجدو شوي من النشا نديرو مع الحليب في نفس الوقت، هما اللي نبداو التحريك لنزيد العسل اللي عندي هون. يعني مكوناتها سهلة، بسم الله العسل ما هو ثقيل حتى. عند منين نحركوه نحاولوا نقلعوه عن النار ونردوه ملي. هاي لاصوص سهلة تمشي دائما مع يعني الكارنيتير، تمشي ملي في نفس الوقت مع الكراتان. يزيدوا هضريك شوي كريم سائلة ما هو ياسر حتى، وعقب ذاك ذي السيفة تحرك مولي ضرك لين ندريسيها مباشرة في هاي. بسم الله يعني هاي الصلصة سهلة ما فيها ياسر من الوقت. بالنسبة لمشاهدينا الكرام الطبق اللي عدلنا في الأول اللي هو الكفتة درنا فوقها البطاطا وعقب ذاك زيناها بالفرماج. شفتوا كيفاش وجدنا الكفتة، سينا يعني البصل هو ودرنا معه شوي من الشو، عقب ذاك خلطناهم مع الكفتة ما طيبناها غير وخلطت كاملة هذيك لافارس. درنا معها صفار البيض بيضتين ودرنا معه شوي من دقيق النشا وملي نفس الوقت ليزي بيس كامله، ومنين خلطت المكونات زدنا معها شوي من الفرماج اجتمعت وعدنا نطرحوها في المول. قبضنا ملي كذلك بطاطا درنا معها شوي من الفرماج وشوي من الربيع ودرنا معها ملي شوي من سكنجبيل خلطناها هيني اجتمعت. منين نورمالمون خاصها تعود كيف لابيري وقبضناها عجناها مزيان درناها فوق الكفته. كيف قلت لكم ملي لا بغى حد يعني يقبض صفار البيض وحده ويديروا فوق الكفته ويدير معها الفرماج ويدخلها الفران. هذا هو الشكل النهائي الكراتان. مولي غاسباتشو كيف شفتوا معنا درناه من نكهه النعناع الكاروت والنعناع، درنا مولي معاه لاكريم السائله، عقب ذاك منين طاب قبضنا ودرناه مولي شحرناه مع البصل، ومنين طاب درناه في طحال كهربائي ومنين تميكسه كامل. يعني هذا هو الشكل النهائي. مشاهدينا الكرام نتمنى عند الاختيار اللي عدلنا لكم اليوم عدنا لاعجابكم. نلتقاو ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله تعالى.